كريم، صباح الفل. صباح النور يلدوز، نهارك مبروك وان شاء الله كما قلت انت بداية شهر موافقة للتوانسة الكل. ان شاء الله فما صغيرات يرجعوا اليوم للتحضيري، سنة تحضيري يرجعوا اليوم نورمالمون يقراو، زاد كيف يقولوا لهم عودة ميمونة. الله اعلم لي بروتوكول ولا البروتوكول الصحي شنية حوالو اليوم مع الصغيرات في الروضات، نشوفوا نسالوا بعض ونحكيوا عليه. باسم جاد لي معنا في الاخراج، تليفوناتكم على 73 278 600، سينو شنو اللي استنى فيكم اليوم في زوم 73 يلا سومير ورجعينا. في زوم 73 لليوم 3/1/2020، عمرها 98 سنة، مسنة تتعرض للاغتصاب الوحشي من طرف زوز أشخاص. تفاصيل الحادثة البشعة مع حفيدة الضحية بعد شوية. الشأن البلدي في سوسة اليوم يطرح أكثر من تساؤل ودعوات من بعض المستشارين لمنع الناشطين في المجتمع المدني من الحضور في الجلسات البلدية. المستشار البلدي مكرم اللقام ضيفنا بعد شوية. أيوة هذا يا شنو يسنى فيكم، بيان سور فما اخبار جديده باش نكونوا في متابعه معناها حينيه لجلسه منح الثقه اليوم لحكومه المشيشي. شنو رايكم انتم، هل ستنال الحكومه حكومه مشيشي اليوم ثقه البرلمان والا لا؟ تنجموا تخليونا اجاباتكم على الباج فيسبوك تحت لي بوبليكاسيون تاعنا ولا تحت لي فيديو اللي تلقاوهم ديما على صفحتنا الرسميه نجمه افهم. الافتتاحيه مع ريم تريكيشبيل كما العاده في الوقيت هذايا تجينا كل يوم بموضوع وكل يوم تسلط الضوء على حاجه اكيد قاعدين نشوف فيها توت سويت. اديتو زوم 73. اديتو زوم 73. على سلامتكم. جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي انطلقت. الجلسة هذه تقريبا هي الثالثة منذ الانتخابات الرئاسية بعد حكومة الجملي اللي ما تعادتش وحكومة الفخفاخ اللي دامت أشهرة. اليوم جلسة منح الثقة لحكومة الرئيس كما سماوها من الأول واللي تخلى عليها 24 ساعة فقط قبل الجلسة، وبعض التسريبات تحكي على التالي: يجب إسقاط حكومة المشيشي، إذا مرت باش يتم منع الوزراء من أداء اليمين الدستورية، وبهذا يترأس رئيس الجمهورية كل المجالس الوزارية. وبعد الجلسة اللي تعالها سعيد البارح جميع رؤساء الأحزاب خرج الحاضرين ومن بينهم رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يهدد بسحب بعض الوزراء بعد تمرير الحكومة، ويحكي بالمكشوف على طلب قيس سعيد من حزبه وحزب حركة النهضة إسقاط حكومة المشيشي رغم أنه هو من كلف المشيشي بتكوين الحكومة هذه. ازدواجية الخطاب والرؤية اختيرة في الوضع اللي تمر به البلاد، السياسة والدولة ما هيش بالمزاج والحب والزلقة فلقة. رئيس الجمهورية اليوم مطالب بتحديد مواقفه بوضوح وشفافية دون الحسابات اللي تحت الطاولة واللي بدأت تخرج للعلن. سياسة المحاباة وصحة الرأس والمزاجية ما تخرجش على رئيس وصل بشرعية انتخابية كانت استثناء في الدول العربية. إديتو زوم 73. برشا حسابات اليوم قاعدين نشوفوا فيها، هي عندها مدة طوال الحسابات والمزايدات والمحاصصات اللي والاجتماعات والجلسات اللي قاعدة تصير في العلن وفي الخفاء. اليوم حكومة المشيشي حسب رأي كريم، معطيني أنت توقعاتك وتكهناتك لليوم، أي بارتي جديدة ما فيش توقعات يلدس تقريبا بالحسابيا معناتها كل الأحزاب اللي أعلنت دعمها لحكومة المشيشي كما حركة النهضة بالمكشوف قالت باش ندعم الحكومة هذايا قلب تونس زادا كيف ائتلاف الكرامة وحركة الشعب هما اللي ماهمش باش يصوتوا، معناتها حسابيا الحكومة اليوم تنجم تتعدى إذا كان ما صارتش مفاجآت في اللحظات الأخيرة كما صار مع حكومة الحبيب الجملي. جوستومون المشكلة اليوم ماهيش في الحكومة نتاع المشيشي، أنا حسب رأيي اليوم اللي صاير في تونس السياسة التونسية خاصة في خلينا نقولوا الأربع أيام هذوما الأخرانيين خطير، على خاطر فما ازدواجية في الخطاب والرؤية والقرارات. ازدواجية هذه إذا كان باش نكملوا نغطيوا عليها عينينا ومناش باش نحكيوا عليها رانا باش توصلنا، معناتها توصل البلاد مش احنا بركة، توصل البلاد كلها في هاوية. على خاطر بدينا الملول بتكليف هشام المشيشي اللي كان معناتها مفاجأة لكل المتابعين للشأن السياسي وحتى للتوانسة، كانت مفاجأة انه نختاروا شخص من حكومة الياس الفخفاخة المستقيلة باش نحطوه نعينوه كرئيس حكومة مكلف. هذه المفاجأة الأولى. المفاجأة الثانية في اختيار وزير الثقافة وحقيبة وزارة الثقافة، وانت والعبيد اللي يسمعوا فينا الكل اكيد يعرفوا شنو اللي صار في الوقت هذاك. انا اليوم رئيس حكومة مكلف نعفي الوزير هذايا من الحقيبة هذايا، ما نعرفش دستوريا صحيح ولا لا، ولو انه برشا خرجوا قالوا دستوريا ماهوش صحيح من غير ما نستشير رئيس الحكومة. هذا فيه نوع من التحدي، ورئيس من غير ما نستشير رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يعاود يعيط للوزير هذا بالذات دونا عن الوزراء الاخرين بالكل ولا على المكلفين بالحقائب بالكل،
ويقدم دعمه ويعطي خطاب معاكس تماما لبلاغ المكتب الإعلامي للمشيشي. هذايا خلى نوع من الفجوة ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نتاعو المكلف اللي هو اختاره واللي هو اللي كلفه بتشكيل الحكومة. بعد هذا البارح في أقل من 24 ساعة تقريبا على انطلاق الجلسة، سعيد يلتقي برؤساء الأحزاب ويخرج نبيل القروي علنا في وسائل الإعلام في تصريحات موجودة يقول راهو رئيس الجمهورية طلب منا احنا كحزب قلب تونس وحركة النهضة انه ما ندعموش الحكومة وتسقط حكومة المشيشي. طلب هذا كان غريب، والحقيقة كل المتابعين اللي سمعوه من الاول كانوا باهتين في طلب هذايا من رئيس الجمهورية. برشا وجوه سياسية تحكي على أنه حكومة هذية رئيس الجمهورية استعان بملول نحى منها الأحزاب ثم استعان بالأحزاب لإسقاطها. اليوم نحكيه على ربما وزراء سيادة فما نية لتغييرهم بعد منح الثقة، فما وزراء عليهم بوليميك سايرة سورتو نحكي هوني وزارة الداخلية واللي في علاقة بشخص القريب من رئيس الجمهورية واللي هو كان رئيس الحملة الانتخابية متاعه. فما بعض الوزراء زادة اللي تم تعيينهم حسب بعض السياسيين من طرف ناس قراب برشا لرئيس الجمهورية في قصر كارتاج، مستشارين وإلا ناس اللي معاه في الدائرة المغلقة متاعو. اللي هم التوانسة في هذا الكل شنو؟ رئيسهم المنتخب كما قلت بشرعية انتخابية استثنائية في كل الدول العربية، خطابه مزدوج اليوم مع هذا غدوة مع الآخر، ما نعرفش يرقد في الليل رئيس الجمهورية يبدل الرأي متاعه. دونك الازدواجية في الخطاب هذية نعرف أنه السياسة فيها بعض المناورات، فيها بعض التكتيك السياسي بين قوسين. لكن معلن هذا ولا اليوم ريم ديكلاري اكثر جوستومون، راح نحكي على مناورات وتكتيك سياسي وغير، ولكن ما يكونش معناتها بصغر الراس هذا، معناتها انا حسب رايي هذيا شنو التعبير اللي نجمو نقولو. اذا كان اليوم باش نحكيو بعاطفه ولا بمزاجيه سورتو في الالعاب الورقه السياسيه هذيا، راهو بالحق البلاد نجم تمشي في هاويه. اليوم تقريبا كل الاحزاب البارح تبعت شويه ردود الافعال نتاعهم، كلهم يقولوا فما مسؤوليه تجاه تونس على خاطر في وضع صعيب، هذيك علاش باش نعديو الحكومه بغض النظر على التكتيك الاخر نتاع حل البرلمان والحسابات الشخصيه وكل. ولكن اليوم بالحق الناس الكل لازمنا نغزروا في ثنيه واحده انه راهو تونس اليوم في وضعيه صعيبه هذيا. اليوم فما برشا حاجات معلقه، راهو يلدز انت اليوم تلقى الادارات فما رؤساء مديرين عامين ما همش قادرين باش يصحوا على بعض القرارات، فما بعض الاوامر اللي مازالت ما تصحتش، فما حاجات خرجت في الرد الرسمي ومازالت ما تفعلتش. هذا الكل علاش؟ لانه فماش حكومه مستقره، هذيك حكومه تصريف اعمال والاخرى حكومه مازالت ما عطاوهاش الثقه. واليوم نحن نحكيو على مجابهه وباء وغيره. دونك اللي صاير في تونس الكل هذيك في كفه، وازدواجيه خطاب رئيس الجمهوريه في كفه اخرى. انا حسب رايي لازم الرئيس اليوم يكون فاهم شويه المنطلق نتاع العمل السياسي والموجود في الساحه السياسيه والدائره السياسيه، على خاطر بالحق ما نجموش نلعبوا. اذا كان اليوم رئيس حكومه نكلفوه بعد تقريبا 12 ساعه ما يعجبناش قراره نتغشوا عليه ونعيطوا للجماعه اللي نحيناهم استثنيناهم من الحكومه واللي قلنا له نحيهم من تشكيله الحكومه نتاعك باش يسحبوا البساط من تحت ساقيه، ما نعرفش هذه ظهر لي ما عمرها ما صارت في السياسه. مريم ينجم يرجع للونتوراج نتاع انت بكري حكيت شويه على الناس اللي دايرين بيه ولا الدائره المضيقه اللي صندوق اسود دايره اللي دايره، معناتها الناس اللي دايرين برئيس الجمهوريه قيس سعيد صندوق اسود. لليوم احنا نشوفوا في برشا قرارات وبرشا ردود افعال وبرشا حسابات وبرشا ناس تحكي على غرف مغلقه معناتها في قصر كارتاج. لليوم مازلنا ما نعرفوش شكون ياخذ القرار في الاخر، هل رئيس الجمهوريه ولا الناس اللي دايرين بيه. واذا كان القرار مشترك ما فيها باس يكون فما اطراف في الحكم كيف ما رؤساء الحكومه وإلا رئيس مجلس نواب الشعب يكونوا معناتها شركة معاه في أخذ القرار، على خاطر هذه مسؤولية مشتركة. الناس كلهم منتخبين واللي تعين راهو تعين من طرف شخص منتخب. دونك نتصور معناتها يلزم الناس كل تمد يديها لبعضها اي سورتو نبعدوا كيف ما قلت لك على صحة الرأس وازدواجية الخطاب. ومنا لك الوقت، خلينا نتبعوا نحن الجلسة اليوم شنو اللي باش يصير فيها جلسة منح الثقة. بعد شوية أكيد ديما نعطيكم بالتحليل. نحب نختم حاجة يلدز لو تسمح، نحب نقول إنه راهو أكيد فما برشا عباد مش باش يعجبهم
كلامنا والا كلام المتابعين الكل، ولكن راهو اغزر لي ديما ما فماش شكون فوق النقد، ما نقلهوش الشخصيات على خاطر في تأليه الشخصيات ربما مساس بحريه التعبير وحريتنا احنا حتى الدستوريه كتوانسه. دونك اي انسان في منصب في مسؤوليه، نحكي هوني سبيسيالمون رئيس الجمهوريه خاطر برشا عبيد بعديك يخرجوا يقولوا لا وانتم قاعدين تضربوا في رئيس جمهوريه منتخب، منتخب صحيح ولكن مش مدى الحياه، والمنتخب هذا راهو قابل للنقد. جوستومون يلا باش نمشيو للموزيكا اللي تحيه كبيره برشا ليك وشكرا ليك انت بيا ليديتو. بالنسبه لليوم كما قلنا باش نكونوا موجودين زاد كيف كيف وفوريا ميزور نعطيكم كل جديد اللي يصير اليوم في جلسه منح ثقه لحكومه المشيشي. خليكم معنا زوم مواصله معكم المشوار حتى نص النهار ما تبعدوش. زوم 73 عشاق الدنيا عقولهم مسلوبة والدنيا خضرا مزينة ومطلوبة. عشاق الدنيا عقولهم مسلوبة والدنيا خضرا مزينة ومطلوبة. الطبل يدوي والشطيح يدوخ والحفلة حمرا والسرة منصوبة. بعد المخير في حوان دراسي ودخلت معهم هي نوبة نوبة. Nashma FM.